مرحبا بكم طلبة الفصل الثاني شعبة التاريخ والحضارة بجامعة ابن الطفيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. نحن مع المحاضرة الثالثة فيما يتعلق بدروس الغرب الإسلامي، وكلنا يعلم بأن تاريخ الغرب الإسلامي يمتد من القرون الأولى والتي درستموها في الفصل الأول، ثم هناك مرحلة ثانية من الغرب الإسلامي مخصص لفترة الدول الكبرى، وهي الدولة المرابطية والدولة الموحدية والدولة المرينية التي بدأت منتصف القرن الخامس الهجري وامتدت إلى بداية القرن التاسع الهجري بانتهاء الدولة المرينية. وبعد أن تكلمنا في المحاضرة الأولى عن الإشكالية الببلوغرافية وقدمنا فيها جملة من المصادر والمراجع والمقالات والمواقع الإلكترونية التي تساعد الطالب على تنمية مداركه في حقل التاريخ، ونحن نعلم بأن تاريخ المغرب هو تاريخ غني ويحتاج إلى استيعاب وإلى فهم. أيضا في المحاضرة الثانية خصصناها للدعوة المرابطية، وأيضا قيام هذه الدولة والأسس التي ارتكزت عليها معتمدين على نظرية ابن خلدون. ثم الآن في المرحلة في المحاضرة الثالثة سنستمر في الحديث عن أسباب التي أدت إلى سقوط الدولة المرابطية وظهور الدولة الموحدية من الدعوة إلى التأسيس ثم التوسع. إذن لا شك أن الإرهاصات العامة لظهور الدولة الموحدية هو مرتبط بالمشاكل الخارجية والمشاكل الداخلية التي كانت تعيشها الدولة المرابطية. فالمشاكل الداخلية هي مرتبطة أولا بتفشي الفساد وانتشار كثير من الممارسات التي دفعت بالمهدي بن تمرت إلى تزعم ما يسمى بالأمر معروف والنهي عن المنكر، والدخول في مواجهات وسجالات مع فقهاء المرابطين وقد أفحمهم في ذلك. أيضا نتكلم عن بعض الهزائم التي ستتوالى بعد بداية القرن السادس الهجري، أي بعد وفاة يوسف بن تشافين. سنلاحظ بأن الهجومات النصرانية على المناطق الأندلسية قد ازداد، وأصبحت الدولة تفقد شيئا فشيئا هيبتها وقيمتها بعد أن كانت كما قلنا سابقا تعرف قوة اقتصادية وقوة سياسية وأيضا قوة على مستوى المذهب المالكي الذي كان مترسخا، واستطاع المهدي يوسف بن تشافين من ترسيخ هذه الأفكار. وقلنا أيضا بأن الدينار المرابطي كان عملة دولية رائجة، وهذا الأمر كما قلنا سابقا إذن يعود إلى الدعوة المرابطية التي تزعمها عبد الله بن ياسين وأرسى يعني دعائمها من العمق الإفريقي في الصحراء إلى توحيد المغرب، ثم أيضا في عهد يوسف بن تشافين توحيد المغرب وتوحيد بلاد الأندلس. إذن عندنا الآن مجال توسع الدولة الموحدية، وهذه الخريطة سنقف عندها بعض المرات لكي نلاحظ بأن المجال التوسع قد شمل المجال الأفقي، أي امتد إلى حدود طرابلس، ثم على مستوى الأندلس هناك بعض التراجع، ولكن عموما أن الوجود الأندلسي في الأندلس لا زال حاضرا مع وجود الدولة الموحدية. إذن حينما نتكلم عن الدعوة الموحدية في المغرب نقول بأن هذه الحركة قد انطلقت بزعامة محمد بن تومرت، وهو ملقب بالمهدي، الذي ينتمي إلى هرغة وهي قبيلة مصمودية جبلية، رحل إلى الأندلس ثم إلى المشرق من أجل تلقي العلم والاستزادة منه، وتعرف على مذاهب كثيرة، وأيضا أصبحت له توجهات سياسية متعددة، وتلقى علم الكلام
مما جعله مفوها قويا لا يقدر عليه فقهاء المالكية المرابطين، بل إنه أفحمهم في كثير من المناظرات. إذن حاول أن يستغل الوضع غير المستقر للحكم المرابطي، فعمل على إبراز التناقضات والاختلالات التي أصابت الحياة الدينية والسياسية وغيرها، ويبدو أن دعوته نجحت بالاعتماد على يعني معطيين كبيرين. المعطى الأول المرتبط بالتناقضات ويتجلى في المستوى الديني والاجتماعي، إذ كل المعطيات التاريخية تؤكد أن الدولة المرابطية قامت على أساس المذهب المالكي، وأضعها الفقهاء يدافعون عنه. وفي عهد علي بن يوسف حورب كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، الذي كان يميل إلى استخدام العقل والتوفيق بين أهل السنة والمتكلمين والمتصوفة، لكن بأمر من الأمير علي بن يوسف تم إحراق هذا الكتاب بعد تحريض فقهاء قرطبة عليه. ونحن نعلم بأن الغزالي كان من أنصار شرعية الحكم المرابطي في الأندلس، ومع ذلك هذا الأمر لم يشفع له. أيضا أن المرابطون قدموا صلاحيات كبيرة للنصارى داخل الأندلس والمغرب، وسمحوا لهم بإنشاء كنيسة لهم في مراكش، وأيضا تمتعوا بصلاحيات جمع الجبايات التي تجاوزت الحدود، وتم استخدام أيضا القوة في جمعها. إذن هذه مجموعة من الأسباب التي ساهمت في بداية تراجع حكم الدولة المرابطية. أيضا أن الموظفي الدولة تميز أسلوبهم بالانحراف، وأيضا التخلي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إلى جانب ذلك، على المستوى الاقتصادي، الدولة في بدايتها التزمت بإلغاء الجبايات الشرعية. ونحن نعلم بأن الدولة دائما في بداية حكمها في الفترة الوسطية فهي تحاول ما أمكن أن تتخلى عن الجبايات غير الشرعية، وتعتمد فقط على الزكوات والأعشار والجزية والغنائم، لكن في مرحلة ضعفها وفي مرحلة أزماتها تعود إلى فرض هذه الجبايات. وهذا ما وقع بالنسبة للدولة المرابطية، حيث تم يعني فرض مجموعة من الضرائب، مثلا ضريبة المعونة للجهيز حملة الجهاد في عهد يوسف المتشافين. أيضا أضاف علي بن يوسف ضريبة التعتيب لتغطية نفقات التحصينات منذ بروز الحركة الموحدية المعارضة للدولة المرابطية. إذن تزايدت المكوس والقبالات. وذكر الباحث أحمد العزاوي أن الإدريسي ذكر أن كل شيء كان يباع في مراكش يعني فرضت عليه يعني قبالة، حتى الجراد والصنائع وغيرها، وهو دليل على يعني تدهور الأوضاع الاقتصادية. أعزائي الطلبة، نلاحظ بأن هذه الأسباب كانت من الدوافع الأساسية لتراجع الدولة المرابطية، إلى جانب أيضا المستوى السياسي والعسكري، حيث أن احتكار المرابطين للإقطاعات لصالح عصبيتهم والتحكم في المناصب الإدارية والعسكرية، هذا كله أدى إلى شعور العصبيات حتى الصنهاجية منها مثل المسوفة وغيرها، أشعروا بنوع من التهميش ونوع من الإقصاء. وهذا جعل ابن تومرز يتهم المرابطين بالكفر بحجة انحرافهم أخلاقيا وعقائديا وسياسيا. إذن فضلا عن محاولة أهل الأندلس الانفراد بالحكم بعد ضعف الدولة المركزية في مراكش. ومن هنا يمكن القول أن المستوى العسكري قد كان قويا في مرحلة قوة الدولة، لكنه تراجع واضمحل في مرحلة ضعفها، ولم يعد مقبولا وجوده في الأندلس بعد الهزائم المتوالية التي تعرض لها في بداية القرن السادس الهجري. إذن سنتكلم أيضا عن عنصر آخر، المهدي بن تومرت أو الحركة الموحدية ودور المهدي بن تومرت في تنظيمها. إذن أيضا الجانب التنظيمي سنركز على البعد المذهبي. إذن لابد أن نشير بأن المذهب الذي كان سائدا في الدولة المرابطية هو المذهب السني، لكن مع مجيء المهدي بن تومرت حاول أن يرسخ المذهب التومرتي أو المذهب الظاهري، وهو خليط من المذاهب. إذن تبنت الحركة المهدي بن تومرت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فأنكر سلوك موظفي الدولة وممارسات العامة كالاختلاط وبيع الخمر وصفور النساء، ودخل مع الفقهاء في أسلوب
المواجهة الكلامية والمناظرة في مراكش. وهنا عندما خشي المهدي بن تومرت القبض عليه فر إلى هرغة وهي قبيلة توجد في أعالي نهر سوس، وتبنى سياسة الأمر بمعروف ونعل المنكر لمدة 3 سنوات، وادعى المهدوية والإمام معصوم الخطأ في شرح القرآن والسنة، وذلك بالعودة إلى الأصول في الأشياء الشرعية مما مع طرق باب الإجتهاد. فالمهدي أصولي سلفي في أمور الشريعة وفي أمور العقيدة كان ينهج منهجا تأويليا. إذن إلى جانب هذه المعطى نقول بأنه أخذ من الشيعة فكرة المهدوية والعصمة، وأخذ من الأشاعرة السنيين تفسير الآيات المتشابهات مثل استوى على العرش يد الله فوق أيديهم، أيضا اعتمد على المعتزلة في إثبات وحدة الذات والصفات الإلهية. قال المراكشي كان على رأي أبي الحسن الأشعري في أكثر المسائل إلا في إثبات الصفات فإنه وافق المعتزلة في نفيها، وكان يبطن شيئا من التشيع، وقد اتهم خصومه بالشرك والتجسيم. إذن هذه بعض خصوصيات المهدي بن تومرت. إذن قلنا على المستوى المذهبي، الآن على المستوى التنظيم. إذن لما كثر أتباع المهدي عمل على تنظيمهم في صنفين. الصنف الأول يشمل طبقات أبرزها العشرة والجماعة، وهم الأنصار المقربون إليه ومستشاروه، كان من أعضائها عبد المنعم القومي وهو الذي سيحكم بعده من وسيبقى الحكم في عائلته، وأبو حفص الهنتاتي. ثم طبقة 50 أية 50 وهم أعيال القبائل المصمودية وهم جماعة من رؤساء القبائل. ثم طبقات أهل الدار والطلبة والحفاظ. الصنف الثاني القبلي يسمى بقبائل الموحدين، وهي 7 قبائل: قبيلة هرغة، أهل تينمل، هنتاتا، كدميوا وكنفيسة، وبعض القبائل هسكورة، وهي إحدى القبائل المصمودية. إذن هذه تقريبا صنفين. إلى جانب البعد المذهبي والبعد التنظيمي هناك البعد العسكري. إذن استقر المهدي بن تومرت في منطقة تينمل في أعالي واد نفيس المطلة على مراكش، وخاض العمل العسكري سنة 518 هجرية. إذن بدأ بالقبائل الجبلية التي رفضت دعوته، وكان بطشه عنيفا ضد المشككين في عصمته، وسميت العملية بعملية التمييز. إذن انهزموا كما سبقت الإشارة مع المرابطين في معركة البحيرة، وكانت هزيمة مدوية، قتل حوالي 40,000 موحدي، ومع ذلك استمروا في حصار مدينة مراكش حتى تمكنوا من القضاء على المرابطين في عاصمتهم مراكش وطردوهم من هذه المدينة. أيضا أنه في معركة البحيرة وبعدها مباشرة سيتوفى المهدي بن تومرت على إثرها، فوقعت بعض الخلافات بين أنصاره، فانتهى الأمر بخلافة عبد المؤمن بن علي القومي وهو الذي ينتمي إلى قبيلة قومية التي كانت توجد في المغرب الأوسط، وقد اصطحبه معه المهدي بن تومرت حينما كان راجعا من رحلته المشرقية إلى بلاد المغرب. فعبد المؤمن بن علي القومي اتخذ لقب أمير المؤمنين بدل لقب أمير المسلمين الذي كان في عهد الدولة المرابطية، حيث تركت أمير المؤمنين للخليفة العباسي. إذن هذا يعني بأنه لم يعد تابعا لا اسميا ولا فعليا للعباسيين، فقام بتجميع جيشه وتحرك في اتجاه مراكش لإبعادهم عن المدينة، ثم قرر خوض كما قلنا معارك مع المرابطين في الأراضي المنبسطة، واختار المناطق عدم خوض المعارك في المناطق المنبسطة، واختار الأماكن الجبلية حتى لا تتكرر مثل هزيمة البحيرة التي قلنا بأن خسائرها كانت قوية، وكانت هناك معركة سنة 537 التي أعقبت وفاة علي بن يوسف. وهنا سندخل إلى مرحلة يعني الحكام الضعفاء في عهد الدولة المرابطية، بل سيتم الاستسلام. وهنا سنقدم يعني قائمة بأهم الحكام الذين حكموا في عهد الدولة المرابطية وفي أيضا عهد الدولة الموحدية. إذن الحكم بدأ تقريبا سنة 465
يوسف بن ساشفين، وآخر حاكم هو إسحاق بن علي سنة 541. بالنسبة للموحدين في مراكش هناك عدد كبير من الخلفاء، بدءا بعدمون بن علي القومي 524، ثم يوسف الأول أبو يعقوب، يعقوب المنصور أبو يوسف، محمد الناصر، والذي في عهده ستكون معركة العقاب والتي كانت فيها هزيمة سنة 609 هجرية، وفي عهد يعقوب المنصور أيضا الموحدي كانت معركة مهمة وهي معركة الأرك والتي انتصر فيها الموحدون، وكانت انتصارا باهرا يعني في مرحلة قوة الدولة الموحدية. ثم هناك سلسلة من الحكام الذين حكموا المغرب، ونلاحظ بأن فترة حكمهم لا تطول كثيرا، وهذا يبين أن المرحلة هي مرحلة صراع سياسي حول الحكم إلى جانب المشاكل الطبيعية والكوارث الطبيعية التي كانت سائدة في القرن السابع الهجري. ثم كما قلنا سننتهي إلى سنة 665، إدريس الثاني الواثق أبو العلاء بن محمد بن عمر، ثم أيضا إسحاق أخو المرتضى الذي أيضا توفي، ثم يعني أبو دبوس سنتكلم وهو آخر حاكم حكم الدولة الموحدية، لأنه سنة 668 هجرية سيتم القضاء على الدولة الموحدية واعتلاء الحكم الدولة المرينية التي ستحاول ما أمكن أن تعيد يعني صياغة المشهد السياسي وأيضا المجال الحدودي الذي تقلص بعدما كانت الدولة مترامية الأطراف، سيتقلص إلى تقريبا حدود المغرب الحالية، ولم يتمكنوا أيضا من استرجاع إفريقية أي تونس الحالية، وأيضا لم يتمكنوا أيضا من استرجاع أيضا مجالات النفوذ في الأندلس رغم المحاولات التي كانت تتم في فترة الدولة المرينية. إذن هنا كما تلاحظون مجال أيضا توسع الدولة الموحدية والذي لا زال محافظا على مختلف المناطق، وهناك إشارة إلى معركة العقاب التي تمت في الأندلس والتي كانت يعني معركة يعني خطيرة جدا، وتداعياتها على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع المغربي خطيرا، كان مؤذنا بنهاية الدولة الموحدية، وإن طالت مدة ضعفها ودخلت في صراع مع الدولة المرينية لسنوات طوال، أي تقريبا منذ العقد الثاني من القرن السادس الهجري من القرن السابع الهجري وإلى غاية 668. أيضا نلاحظ شرايين طرق تجارية التي كانت تمر عبر سجين ماسا وعبر نور اللمطة وعبر مراكش، وهذه أشياء أعطت قوة للدولة الموحدية في مرحلة قوتها وأيضا تمددها. إذن تأسيس الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن 541-558 هناك مجموعة من العراقيل والصعوبات، بل يمكن نقول بأن هناك ثورات قامت. أول ثورة ثورة ابن هود السلوي الماسي، ثم الثورة المرابطية، فكلها كانت ثورات يعني مهمة. إذن السلوي الماسي لقب بالهادي تشبها بالمهدي، وأظهر الزهد والبساطة حتى استمال قبائل كثيرة من الجنوب وتحكم في المجال ممتد من ماسة إلى سجين ماسة وإلى سلا شمالا، وتم القضاء على ثورته سنة 542. أيضا ثورة مرابطية دعمها باسم القاضي عياض وتزعمها عسكريا بنو غانية في غرناطة، وكان زعيمه معروف بالصحراوي وهو صنهاجي، وهو والي فاس عند حصار عبد المؤمن لها، ثم فر نحو مدينة فاس. إذا دخل في كان في أهل سبتة، طنجة، برغواطة، دكالة، سلا، إلا أن الصحراويين هزم أمام الجيش الموحدي ثم دخل في طاعتهم إلى جانب قبيلة نسوفة عصبيتهم، لكن مكناسة المرابطية يعني واجهت الحصار وصمدت إلى غاية 544 هجرية. إلى جانب هذه الثورات فهناك أيضا ثورات أخرى كثورة القبائل الكبرى، خاصة ثورة برغواطة ودكالة حليفة الماسي والصحراوي، رغم أن برغواطة قد نكل بها المرابطون في القرن الخامس الهجري، لكن أيضا عادت برغواطة من جديد إلى الثورة. وعلى العموم فقد فشلت كل الثورات بسبب تكتل قبائل الموحدية، ثم ستثور قبائل الجنوب في الوسط وفي الشمال كثورة هسكورة سنة 550 وثورة غمارة حوالي 560 وغيرها من الثورات التي أصبحت تنتظر الوقت المناسب
البروز. إذن إلى جانب هذا الأمر نتكلم عن معطى مهم جدا وهو توحيد العدوتين، توحيد المغرب والأندلس في عهد الموحدين، وهذا شيء يعني يحسب أيضا للدولة الموحدية بعد أن حسب أيضا للدولة المرابطية، وهي جعل المغرب والأندلس دولة واحدة. إذن العامل السياسي غرب المغرب الأوسط كان تابعا للدولة المرابطية ومواطن عبد المؤمن وقبيلته كمنطقة تلمسان. العامل المذهبي الموحدون يعتبر أنفسهم موحدون حقيقيون لله ومن ثم هم أحق بالخلافة. العامل الأمني اضطراب الوضع في إفريقيا وشرق المغرب الأوسط مما جعلهم يعني يوحدون هاته المجالات، إذن شمال إفريقيا لحدود طرابلس وأيضا أجزاء مهمة من بلاد الأندلس. إذن هنا سنتكلم يمكن أن نتكلم عن نشأة الدولة والتوسع الذي تكلمنا عنه. إذن عمل عبد المؤمن معلقومي على بناء الدولة الموحدية بعدما تم القضاء على المعارضة المرابطية، حيث دخل في مواجهة عسكرية لإخضاع المناطق الشرقية وأجزاء من المغرب الأوسط، وفي ظل هذه المعطيات والظروف استغل ملوك الطوائف الوضع فعمت الفوضى والمنافسة، مما سمح للنصارى من احتلال العديد من المناطق الأندلسية. ولهذا نقول بأن مجال نفوذ المرابطين في الأندلس سيتراجع في فترة حكم الدولة الموحدية، لأن كثير من ملوك الطوائف قد تخلوا عن مجال تبعيتهم وسمحوا للنصارى بالسيطرة على هذه المناطق. لكن كما قلت مثلا الميريا تم احتلالها سنة 520، إلا أن عبد المؤمن قبل موته تمكن من بسط نفوذ الدولة على المغرب الأقصى والأوسط، وفتح أيضا في المغرب الأوسط بجاية قسنطينة، خاض أيضا معركة سطيف، أيضا تم طرد النورماند من السواحل والمهدية الحصينة سنة 555. إذن سيخلفه ابنه أبي يعقوب يوسف 558-580، وهو الذي سيخوض معركة الأرك. إذن حافظ على نفوذ الدولة وتصدى التمردات في الأندلس أو في قبائل بني هلال شرق المغرب. إذن بعد وفاة الخليفة سيتم بيعة أبو يوسف يعقوب المنصور 580-595، وتصدى لإخماد يعني الثورات والتمردات التي قامت بها بنو غانية المسوفيين بأسطولهم القادمة من المجزرة الشرقية عن إفريقية المتحكمة العرب باقي المرابطين. وقد تمكن منهم موحدون، ومن أهم المعارك التي خاضوها، إذن هناك يعني خلط، إذن الذي خاض معركة الأرك هو أبو يوسف يعقوب المنصور 580-595 وليس يعني يعقوب المنصور. فنؤكد على أن معركة الأرك كانت معركة حاسمة سنة 591 التي كانت ضد النصارى وانتصر فيها الموحدون، إلا أن هذا الانتصار كان آخر أمجاد الموحدين في الأندلس، وقد توفي الخليفة سنة 595. وهذه المرحلة عموما تجسد مرحلة القوة، مرحلة بسط نفوذ الدولة الموحدية شمالا وجنوبا وشرقا، ويمكن نسميها مرحلة الإمبراطورية المغربية. إذن توسع الفتوح الكبرى شمالا وشرقا، وكانت طاعته عمت بلاد الأندلس بأسرها والمغرب كله وإفريقية من طرابلس إلى بلاد نول، من السوس الأقصى إلى الصحراء. إذن هذه مجموعة من المحددات التي تؤكد مرحلة قوة الدولة الموحدية، والتي كان لها أسطول أيضا ضخم، أسطول بحري عسكري كبير جدا. إذن تقريبا هذه هي جملة المعطيات التي هي مرتبطة بالدولة الموحدية في مرحلة دعوتها، وفي مرحلة أيضا تشكل على أنقاض الدولة المرابطية وتجاوز كل الهنات والأخطاء التي وقعوا فيها مما برر له مشروعية الاستيلاء على الحكم. ثم نتكلم عن تأسيس الدولة الموحدية بعد وفاة المهدي بن تمرت وتولية عبد المؤمن بن علي القومي الذي سيورث الحكم في أسرته وأبنائه. أيضا نتكلم عن مرحلة القوة التي ارتبطت بالانتصار في معركة الأرك سنة 591، لكن مع بداية القرن السابع الهجري سيدخل المغرب في أيضا في إطار جهاده في الأندلس في معركة أخرى، وهي معركة العقاب مع محمد الناصر، لكن مع الأسف ستكون هزيمة مدوية، وبالتالي بداية تراجع أركان الدولة الموحدية.
إذن عموما هذه بعض النقاط الأساسية التي أثرناها، وهناك قضايا أخرى سنبرزها في محاضرات قادمة مرتبطة سواء مرتبطة بالكوارث الطبيعية أو بظهور بعض الأوبئة، أو مرتبطة أيضا بالمظاهر الحضارية التي تميزت فترة حكم الموحدين على المستوى العمراني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي بشكل عام. إذن أشكركم على حسن الانتباه، وإلى فرصة أخرى بحول الله.